محل الحياة الطبيعية، سلسلة توصلك في المكتيف المغربي. السلام عليكم خوت، عواش مبروك اخويا، كيف ما كتشوف اخويا حاليا عند محل ديال ابو ايا، اخ مصطفى والاخ ابو ايا، اللهم بارك اخويا في هذه البياسه. هذه هي جات ان شاء الله من زاكوره ديال الاخ عبد الحميد رمزي. كنبلغوا ليه السلام اخويا من مدينه الدار البيضاء، بصحتك اخويا رمزي. البياسه ديالك اللهم بارك ان شاء الله اليوم مع ربعه، ان شاء الله غدا تكون طالع على الكار شد الطريق، غتعيد عندك ان شاء الله، اللهم بارك. تبارك الله على اخويا ابو ايا، الله يحفظك ليا. السلام عليكم اخوان، تحياتي لكم. سي رمزي انا، سي بصحة العروسة الاميرة الصغيرة، راه غدا تكسى باش تمشي ان شاء الله. لا هي الصغيرة. تبارك الله عليك اخويا يوسف، اللهم بارك. السلام عليكم، صباحكم مبروك، وتحية لجميع الإخوان، وتحية لأخ يوسف أبو آية والأخ مصطفى. بالنسبة للدراجة كانوا البارح عطوها، صيفطوها لي البارح، والحمد لله راني توصلت بها اليوم في هذا التوقيت، هذا الصباح، والحمد لله توصلت بالدراجة ديالي. هي الدراجة، هي قدام المنزل. كنشكر الإخوان، تنشكر أبو آية، ها هو الكارت فيزيت ديالو. الدراجة هي هادي في لومبالاج. كنشكرهم، تحية لهم، تحية لهم. هيا الاسم هو هذا، اسم المدينة الدار البيضاء، هو سيدي. كنشكرهم، الحمد لله وصلت بخير وعلى خير الدراجة ديالي، وصلتها هذا الصباح هذا. تحية للجميع، تبارك الله عليهم، وكنتمنى لهم ان شاء الله مسيره موفقه ان شاء الله في العمل ديالهم. تبارك الله عليهم، تبارك الله على ابو ايا. سلمت هذا الصباح هذا، من بعد صيفطوها لي البارح من مدينه الدار البيضاء. وتحيه لجميع الاخوان وجميع الدراجين، وعواشركم مبروكه، رمضان كريم وعيد مبارك سعيد، تسخر عليكم بالصحه والسلامه. أنا توصلت بها في هذا اليوم 26 رمضان، وعواشركم مبروكة، وكنتمنى لكم كل خير إن شاء الله. تبارك الله عليكم جميعا، تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم. تحية للجميع، تحية للجميع، شكرا بزاف. السلام عليكم، عواشركم مبروكة، معكم أخوكم عبد الحميد رمزي ابن مدينة زاكورة. السلام عليكم ورحمة الله.